الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم شهادة بالحق، يعني شهادة بالحق وصفه الله، يعني شهادة بالحق، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لما لكنه لما يقول أيضا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالذي يحرف عن العدل والقسط وشهادة بالحق الكراهيات والقرابات، يعني الذين تحبهم والذين تبغضهم، هذا يصير في تأثير كبير في رؤية الشيء ليس بحجمه الحقيقي، عوامل داخلية، نظارة جديدة، كأنه يعني أنا أضرب مثل كثيرا، المنظار المقرب لما تقلبه وتنظر فيه يصير الشيء اللي معتدل بعيد جدا، بينما لما تقلبه أيضا يصير البعيد قريب جدا. فهذا الذي يحذر الله منه، وهذا هو الصعب أيضا، قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فمن هنا المشكلة أيضا أن الفساد كيف تدخل، الناس الطيبين لما يصيروا أصحاب سلطة والناس أذكياء أيضا يأتون إلى أقاربهم وبواسطتهم يحسنون إليهم أو حتى تبدأ الرشاوة، ليس بأن يعطى بذاته وليس كرشوة واضحة أيضا، وإنما كوظيفة وكتساهل في شيء، يعني هذه أمور في غاية الدقة والنزاهة. ولهذا حتى القرآن أيضا لما يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن الله، يعني ومن يأتي منكن فإن ضاعف لها العذاب يوم القيامة. فلهذا الناس المعرضين لمواقف القدوة أو مواقف التحكيم ينبغي أن يصير في موضوع النزاهة كبيرة جدا. هذا الذي أنت بدأت به الحديث، يعني أنه هل السياسة والقضاء، السياسة والقضاء شهادة بالحق أولا، لما نصير نعرف الحق ينبغي أن نتمسك به ونعض عليها بالنواجذ. الحق لما نصير نعرف والتاريخ يبين لنا، يعني حتى أنت ذكرت بلال هذا نموذج شخصية لا قيمة له في العالم الإسلامي، لا قيمة له في المجتمع المكي، كان كإنسان لا، بل كانوا يقولون ينبغي أن تطرد هذا حتى نجلس معك. أما هذا الإنسان الذي ليس له وجود، يباع ويشترى ولا قيمة له، وغريب وليس له ولا من قريش ولا من، وهكذا قصة نوح أيضا فيه الطرد، أيضا قصة نوح فيه الطرد، اطرد هؤلاء، يعني لما الكبراء لا يتنازلون أن يكون كأنه هؤلاء ليس عندهم عقل، كأنه بينما نحن نتحدث عن أن الذين يفهمون معنى العدل ليسوا الكبراء والسادة والأغنياء والمتنفذون، هؤلاء لا يفهمون العدل، العدل يرونه أنه أن يكونوا هم سادة، لكن العدل إنما يفهمه المستضعفون في الأرض أكثر. فلهذا لما يصير الموضوع شورى ويتحدث الناس وبعد ذلك يوضع ميزان، لهذا القرآن لما يتحدث عن السماء
والسماء رفعها، يعني الكون يقوم بالميزان الدقيق. الجاذبية لما يختل التوازن يتهاوى الكون. هذا الجاذبية الدقيقة، النظام الدقيق هو الذي يجعل الأجرام تدور في أفلاكها، وصحيح يحصل ببطء وينفد وينتهي، لأن الكون المخلوق سيفنى أيضا في النهاية له. ولهذا يقول خلق السماوات والأرض يعني إلى أجل مسمى. هذا الكون له أجل أيضا، لأن كل مخلوق له أجل. يعني فهذه الأمور ينبغي، والقرآن بكل مناسبة يؤكد، بكل مناسبة يذكر، ذكر ذكر هذه الأفكار، تذكر القانون. لأنه لما نحن نقول النظر والتفكر والتعقل، ينبغي أن يأتي بعده التذكر، وينبغي بعد التذكر أيضا يحصل تغيير السلوك، وهو التقوى ودفع النقم وجلب النعم. هذه القضايا اذكروا الله كثيرا، ذكرا كثيرا كذكركم آباءكم. ذكر الله ينبغي أن نقول نفهمه أنه مو كلمة الله، لازم نعرف الله بصفاته وسننه التي لا تتغير ولا تتبدل. الله ليس كمثله شيء، لا تدرك الأبصار، لم يكن له كفوا أحد، لكن سننه أمام عين كل عين. سننه في الطبيعة، وسننه في السماوات والأرض، وسننه في الرعد والبرق. هذه سنن لها قوانين دقيقة، والعقل الإنساني قابل أن يفهمها ويسيطر عليها ويسخرها. لماذا؟ ما معنى سخر لكم؟ في علم المنطق كانوا يعلموننا، الإنسان يقولون كاتب بالقوة، وإن كان ما أميا لا يقرأ ولا يكتب. كاتب بالقوة يعني قابل أن يصير كاتبا. كل إنسان قابل أن يصير متكلم، يعني لأنه لما ينشأ في مجتمع يتعلم، لكنه الكتابة ممس الكلام. الكلام يتعلمه من الأم ومن الطفل، من السماع يلتقطه، لكن القراءة والكتابة ليس هكذا، وإنما بمعاناة ينبغي أن يتعلم. فالقراءة والكتابة نموذج كبير للمعاناة في تعلمه أيضا. فهذا الشيء، دخول القراءة والكتابة في حياة الناس ولم يكن موجودا، هذا ننساه نحن. متى كتب؟ متى قرأ؟ هذه حقائق البشر إلى تكامل ينطلق. ما خلقوا كون فيكون مرة واحدة. الكون لما نحن نرى، وخاصة لما يقول لنا القرآن سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أظن يعني أنا أن هذا المعنى الآن صرنا نفهم نحن، لكن الذين من قبلين ما كانوا يستطيعوا يفهموا. وأنا أضرب مثل في هذا، مثلين، مثل الخيل بغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ماذا كان يمكن أن يفكر في يخلق ما لا تعلمون؟ كبار الصحابة والفقهاء وكل الذين كتبوا في تفسير يعني قبل 200 سنة، كل الذين كانوا يقرؤون هذا ماذا كانوا يتصورون؟ لكن كانوا الرسول علمهم أيضا، حتى إذا استويتم على ظهوره قلتم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ولكن خلق مخلوق الله، مخلوق الله الإنسان، خلق أشياء جديدة لم يكن ليخطر على بال أحد. وحتى هذا الباب مفتوح بالنسبة للمستقبل أيضا، ونحن مثل الذين سبقونا لا نعرف ماذا يمكن أن يخلق الله من وسائل نقل المواد ونقل الأفكار. الآن نقل الأفكار صار بسرعة الضوء، نقل الأفكار ليس فقط هذا، الصوت والصورة ينقل بسرعة الضوء، هذا شيء كبير. لكنه نقل المواد ربما صارت سريعة أيضا بهذه الوسائل، بدل سرعة الخيل والبغال والحمير
صارت سرعة الصوت فوق ما فوق الصوت، والقطارات تسير.